أسبوع جديد، ملفات متجددة من الإمارات إليكم وفيها أداء متميز، الله يعطيهم الصحة والعافية، تجاوب أكثر من رائع وحضور أيضا متميز وأداء متميز في آخر يوم. إقبال كبير على الترشح، دليل على الوعي السياسي والإيمان بدور الوطني. في الاقتصاد، فائض موازنة الإمارات 2018 يرتفع إلى 59 ملياراً. والتقنية تعيد رسم قواعد التسويق العقاري من باب الفضاء الإلكتروني. السلام عليكم، أنا ليالي حميد أحييكم ونستهل اللقاء بجولة إخبارية. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا لمناسبة يوم استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فولوديمير غرويسمان رئيس وزراء أوكرانيا. عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلسة مباحثة رسمية في قصر الوطن مع ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، تركزت على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تطرق سموه ومودي إلى تطورات القضايا والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات ودولة الهند الصديقة تقوم على التفاهم والمصالح والقيم المشتركة، وتستند إلى إرث تاريخي يمتد إلى مئات السنين وإرادة سياسية يجسدها حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات بينهما إلى الأمام باستمرار. وأكد سمو أن الإمارات تدعم كل ما من شأنه ضمان السلام في شبه القارة الهندية، بما تمثله هذه المنطقة من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الأمن في آسيا والعالم. وشدد الجانبان في ختام مباحثاتهما على أهمية استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك في المجالات كافة، بما يعزز الشراكات الثنائية التي تخدم عملية التنمية والتقدم والازدهار في البلدين. كما أكد سمو وهو رئيس وزراء الهند أهمية مضاعفة جهود المجتمع الدولي ومساعيه لتحقيق السلام والأمن والتعايش المشترك لدول المنطقة وشعوبها، مشددين على الحاجة الملحة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب بأشكاله وصوره كافة. وفي السياق عينه، قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة وسام زايد، الذي منحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في وقت سابق، ويعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات العربية المتحدة لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديرا وتثمينا لدوره في دعم علاقات الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي المشترك الذي يجمع البلدين الصديقين
على الصعود كافة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مراسم التقليد في قصر الوطن، قال إن منح رئيس وزراء الهند وسام زايد نعبر من خلاله عن مدى تقديرنا واعتزازنا بدوره المحوري وجهوده في النقلة النوعية الهامة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الهند في مختلف المجالات. وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة والتعاون المشترك الذي يجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند، متمنيا للهند الصديقة وشعبها دوام التقدم والازدهار والأمن والاستقرار. من جانبه أعرب دولة ناريندرا مودي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على منحه وسام زايد الذي يحمل اسم شخصية إنسانية عالمية ملهمة، متمنيا للعلاقات بين البلدين مزيدا من النمو والتطور الذي يلبي طموحاتهما نحو المستقبل. من ناحية أخرى، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة ناريندرا مودي إطلاق بريد الإمارات طابعا بريديا تذكاريا خاصا لمناسبة مرور 150 عاما على مولد المهاتما غاندي، تخليدا لذكرى هذه الشخصية التي تعد رمزا للاستقلال والصمود والتسامح والتعايش والسلام للشعب الهندي وشعوب العالم أجمع. وقد غادر دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة البلاد في ختام زيارة رسمية للدولة، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على صعيد آخر، تمكنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لمناسبة عام التسامح، وبالتعاون مع إدارات المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة تمكنت من خلال تعاون إنساني مشترك من الإفراج عن 30 سجينا من كافة مناطق الدولة وسددت كامل المبالغ المالية المترتبة عليهم. وتأتي هذه المبادرة من قبل مؤسسة خليفة الإنسانية من أجل إعطاء فرصة كبيرة للمفرج عنهم لاستعادة حريتهم وبدء حياة مستقرة وتخفيف من معاناة أسرهم. وفي هذا السياق، قال محمد حاج الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، قال إن المؤسسة تعتبر هذا التعاون خطوة أساسية لتأطير الشراكة المجتمعية وتحقيق المصالح المشتركة لمساعدة المساجين وأبراز القيم الأخلاقية التي تتمتع بها دولتنا الغالية، بما يحقق الرؤية المشتركة وأبراز البعد الإنساني بين مكونات المجتمع الإماراتي. في محور مختلف، أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، أكد أن الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة خلقت أدوات جديدة ومثمرة لتعزيز التفاهم وإنشاء شراكات عالمية طويلة الأمد مع الدول والشعوب. وقدم معاليه عرضا شاملا خلال جلسة حوارية في مقر سفارة الدولة في العاصمة الأمريكية واشنطن حول كيفية نجاح الدبلوماسية الثقافية وإسهامها في تحويل الإمارات العربية المتحدة من قرى بسيطة إلى مدن حضرية حديثة، بدعم من رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة الهادفة إلى تحسين رفاهية مواطني الدولة والتواصل مع الدول والشعوب على المستوى العالمي. وشهدت الجلسة الحوارية سلسلة من النقاشات حول تاريخ الدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة فيها. وأوضح معاليه كيف يمكن أن تستمر القوة الناعمة وأن تكون أداة مفيدة في خلق التفاهم وإنشاء شراكات عالمية طويلة الأمد. وفي كلمته التي ألقاها أمام الطلاب والخريجين حديثا، تحدث الوزير نسيبة عن الدور الهام الذي يلعبه البروتوكول في الدبلوماسية الثقافية، وقال كخبراء في البروتوكول فأنتم العلاج، أنتم تلعبون دورا هاما في مكافحة التعصب متسلحين بأدوات الدبلوماسية والتعاطف والاحترام. مشاهدينا، أنتقل وإياكم إلى ملف انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
فترة تسجيل المرشحين في كافة المراكز المنتشرة على امتداد إمارات الدولة والتي استمرت حتى 22 من أغسطس انتهت، وبلغ إجمالي عدد طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 555 طلبا بنهاية اليوم الخامس والأخير، منها 200 طلب للمرأة و355 طلبا للرجل. المجلس الوطني الاتحادي انتخابات 2019. إذن اختتمت يوم الخميس الماضي فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي استمرت لمدة 5 أيام وسط إقبال كبير للمرأة الإماراتية وللشباب على تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى الحضور اللافت لأصحاب الهمم، حيث وصل مشاهدينا إجمالي طلبات الترشح في إمارة أبوظبي نهاية اليوم الخامس والأخير إلى 155 طلبا، وفي إمارة دبي إلى 98 طلبا، وفي الشارقة إلى 127 طلبا، كما بلغ إجمالي طلبات في عجمان 32 طلبا، وفي أم القوين 23 طلبا، إضافة إلى 65 طلبا في إمارة رأس الخيمة و55 طلبا في إمارة الفجيرة. إذن وصل عدد طلبات اليوم الخامس والأخير في إمارة أبوظبي إلى 27 طلبا، وفي دبي 26، كما تم تسجيل 18 طلبا في الشارقة و6 طلبات في عجمان، بينما لم يتم تسجيل أي طلبات خلال اليوم الخامس في أم القوين، وسجلت إمارة رأس الخيمة 14 طلبا والفجيرة 7 طلبات. كما بلغ عدد الطلبات المقدمة من النساء خلال اليوم الخامس في أبوظبي 13 طلبا، في دبي 12، كما تم تسجيل 8 طلبات للمرأة في الشارقة وطلب 1 في عجمان، ولم تسجل أم القوين أي طلبات للمرأة في اليوم الخامس، فيما سجلت رأس الخيمة 4 طلبات وطلبين في الفجيرة، ليصل عدد الطلبات المقدمة من الإناث في اليوم الخامس إلى 40 طلبا. وقد أجمع عدد من المواطنين على أهمية أن يتمتع المرشح الذي سيمنحونه أصواتهم بخبرات عملية بعيدا عن الروتين والتقليد بالعمل، بهدف تلبية متطلبات المواطن وتوصيل صوته إلى المسؤولين، مع ضرورة أن يتمتع بروح شبابية كونها تعزز من المسؤولية وتفجر الطاقات الإبداعية لدى الفرد. تفقد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، تفقد مركز تسجيل المرشحين هنا في إمارة الفجيرة بحضور سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة، وذلك في اليوم الخامس والأخير من فترة تسجيل المرشحين، واستمع معاليه إلى شرح عن سير العمل في المركز، وأكد أن نجاح العملية الانتخابية في جميع مراحلها مرهون بالعمل كفريق واحد لخدمة المواطن الذي تضعه القيادة ضمن أولى اهتماماتها، وهو الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه جميع اللجان التابعة للجنة الوطنية للانتخابات التي تعمل لتوحيد الجهود للوصول إلى تنفيذ عملية انتخابية ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تحرص على أن يكون شعب الإمارات في المراكز الأولى.
رافق معالي عبد الرحمن بن محمد العويس سعادة طارق هلال لوتا وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للانتخابات. وأشاد معاليه بالإقبال الكبير الذي شهدته مراكز تسجيل المرشحين في جميع الإمارات، مؤكدا أنه دليل واضح على مستوى الوعي السياسي لدى فئات المجتمع، كما أنه دليل على نضج العمل البرلماني في الدولة وانعكاس لإيمان أفراد المجتمع بالدور الذي يقوم فيه المجلس الوطني الاتحادي. اليوم تواجدنا في إمارة الفجيرة، أخواننا في اللجنة أداءهم متميز، الله يعطيهم الصحة والعافية، تجاوب أكثر من رائع وحضور أيضا متميز وأداء متميز في آخر يوم. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ونرى فعلا نجاح تجربة الإمارات ولله الحمد في هذه الدورة الرابعة لإنتاج فكر مختلف، لإنتاج فكر يتناسب مع دولة الإمارات. هذا ما أرادته قيادة الإمارات، أن تبني الإمارات تجربتها بنفسها، أن تبنيها بسواعدها، وأن تبنيها بتسلسل يناسب دولة الإمارات، يناسب أهل الإمارات، أن تكون تجربة الإمارات تشبه الإمارات وطنا وأهلا وفكرا وجذورا وتاريخا. ولله الحمد الآن نحن نصل إلى مرحلة متقدمة من هذه التجربة كما أرادت قيادتنا الرشيدة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع إن شاء الله. هذا آخر يوم، يعقب بعدها إعلان إن شاء الله القائمة الأولية، ثم بعد أيام ستكون القائمة النهائية. حريصين على أن تطبق مواد الدستور في هذا الموضوع، وحريصين أن تطبق قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، واللجنة إن شاء الله بتفاعلها مع اللجان الفرعية ستحقق هذه التجربة إن شاء الله، وستسعى لأن تكون تجربة متميزة. ما في شك قرار صاحب السمو رئيس الدولة بأن بالتمثيل النسائي يصل إلى النصف، وهذا كان قرار ما في شك صائب وفي محله وفي وقته. تمكين النساء في دولة الإمارات أخذ بعد كبير منذ البدايات، من أيام المؤسس رحمة الله عليه الشيخ زايد، وكان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات دور كبير في رعاية نهضة المرأة وفي تمكين المرأة. واليوم نرى أيضا نتاج هذا التمكين الذي بدأ منذ البدايات، نرى حاضر اليوم بتواجد أخواتنا، بتواجدهم في اللجان والعمل، وتواجدهم أيضا كمرشحات جنبنا لجنب إخوانهم الرجال. وجود أكثر من النصف في بعض الإمارات من العنصر النسائي، هذا إثبات لثقة قيادتنا الرشيدة في أخواتنا، ودعم بحيث تتمكن الأخوات من الوقوف صفا إلى صف وجنبا إلى جنب مع أخوانهم الرجال. أيضا قرار أصحاب السمو الحكام في معظم الإمارات بالتمثيل بنسبة 50% أيضا في المقعد الانتخابي، وهذه إضافة نوعية تحفز أيضا أخواتنا على الترشيح وتحفزهم على خوض غمار التجربة بقوة. فما في شك نحن أمام إن شاء الله تواجد متميز من العنصر النسائي، وهذه إضافة في تمكين المرأة وإضافة في التمكين السياسي. ونتمنى إن شاء الله مثل ما عهدنا من أخواتنا أن نرى يعني أيضا تمثيل متميز في تحت قبة المجلس الوطني إن شاء الله. إذن كما جاء في اللقاء، أثنى معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أثنى على الجهود التي عملت بإخلاص لتقديم أفضل الخدمات في مراكز تسجيل المرشحين من لجان الإمارات وفرق عملها، والتي حرصت على الاستعداد عالي المستوى وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات التي تسهم في تسهيل عملية التسجيل والارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.
المجلس الوطني الاتحادي انتخابات 2019. مع اختتام فترة تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أكد راشد الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أكد أن الإقبال على تقديم طلبات الترشح لانتخابات الوطني إنما يدل على الوعي السياسي الكبير مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، مشيرا سعادته إلى أن لجنة إمارة أبوظبي شهدت مشاركة واسعة للمرأة الإماراتية في فترة تسجيل طلبات المرشحين، مما يعكس مسيرة التمكين التي تحظى بها المرأة الإماراتية في ظل القيادة الرشيدة للدولة. تجاوب وتفاعل إيجابي أظهره مقدمو طلبات الترشح، بالإضافة إلى حضورهم إلى مراكز التسجيل بأوراقهم كاملة على مدار أيام الترشح الخمسة. هكذا اتسمت عملية التسجيل في أبوظبي التي سارت بأداء منظم واحترافية عالية وسرعة وسهولة في إتمام الإجراءات، وسط تأكيد على استمرار لجنة إمارة أبوظبي في القيام بأعمالها بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات. أنهت اليوم لجنة إمارة أبوظبي اليوم الخامس لعملية تسجيل المرشحين، والحمد لله كان في تعاون وتجاوب من المرشحين في إحضار كافة الأوراق والوثائق المطلوبة، وكانوا متفاعلين متجاوبين مع لجنة الإمارة. هذا مما سهل على اللجنة إتمام عملية التسجيل بكل يسر وبسرعة فيما يقل تقريبا أقل من 5 دقائق. قامت لجنة إمارة أبوظبي حتى ساعته بتسجيل ما يقارب 157 مرشح، ومن النساء تقريب وصل العدد بالقرب إلى 60 امرأة. نعم، هذه النسبة يعني النسبة العامة للمشاركة زادت بنسبة 60% مقارنة ب 2015. 2015 كان العدد 89 مرشح، السنة قارب إلى 157 مرشح. ولجنة الإمارة راح تستمر في تقديم خدمات للمرشحين فيما يخص اعتماد الحملات الدعائية لهم والموافقة على اعتماد المقر الانتخابي للمرشح وإتمام كافة العمليات والإجراءات الخاصة بالمرشحين. وكذلك اللجنة بتستمر في دورها بعملية توعية أعضاء الهيئات الانتخابية وحثهم على المشاركة في أيام الانتخابات. إذن مشاهدينا، سوف تقوم لجنة إمارة أبوظبي باستكمال إجراءات المرشحين واعتماد الاستمارات المتعلقة بهم، منها استمارة طلب توكيل عن مرشح وخطة الحملات الدعائية واستمارة طلب الطعون واستمارة ترخيص المقار الانتخابية، بالإضافة إلى استعداد اللجنة لمراقبة الحملات الانتخابية، ذلك حسب ما أوضح راشد الغفلي نائب رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي. كما ستقوم اللجنة بتكثيف الاهتمام بمتابعة عملية التوعية والترويج للعملية الانتخابية وتحفيز أعضاء الهيئة الانتخابية من الناخبين للمشاركة وبكل فعالية وشفافية في العملية الانتخابية لاختيار مرشحين قادرين على خدمة الوطن والارتقاء بالمواطن. المجلس الوطني الاتحادي انتخابات 2019. من العاصمة إلى إمارة أم القيوين، حيث استقبلت لجنة إمارة أم القيوين انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 22 مرشحا بواقع 13 رجلا و9 نساء خلال فترة تسجيل المرشحين والتي امتدت على مدار 5 أيام. وفي هذا الإطار قال سعادة المستشار راشد جمعة آل علي رئيس لجنة إمارة أم القيوين، قال إن إجراءات التسجيل مرت خلال الأيام الماضية بسلاسة
سياسة ولم يستغرق كل مرشح أكثر من 5 دقائق لإنهاء إجراءات ترشحه، لافتا ساعدته إلى أن تواجد العنصر النسائي كان مميزا في الإمارة، حيث تقدمت 9 نساء بأوراق ترشحهن. أشار سعادة المستشار راشد جمعة آل علي إلى أن المرشحين الذين قدموا للتسجيل في مقر اللجنة تقدموا بكافة الأوراق المطلوبة، وهو الأمر الذي يدل على ارتفاع الوعي بمتطلبات العملية الانتخابية، معتبرا أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص باللجنة الوطنية للانتخابات ساهم في تثقيف المرشحين بمختلف مراحل العملية الانتخابية ومتطلبات كل مرحلة، نظرا لما يحتويه من معلومات وافية وتفصيلية عن حيثيات الانتخابات المقررة في 5 أكتوبر المقبل. وأوضح سعادة آل علي أن أعضاء اللجنة وكافة العاملين في مقر تسجيل المرشحين في مركز وزارة تنمية المجتمع في أم القوين حرصوا على الإجابة على كافة استفسارات المرشحين وتيسير عمليات استلام الأوراق منذ دخولهم إلى مقر اللجنة وإنجاز عمليات التسجيل بيسر وسهولة. المجلس الوطني الاتحادي، انتخابات 2019. إذن مشاهدينا، ووفقا للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 سوف يفتح يوم غد ولغاية 28 من أغسطس الجاري الباب للتقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين، في حين ترد اللجنة على طلبات الاعتراض في 1 سبتمبر المقبل على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر 2019 لتبدأ الحملات الدعائية اعتبارا من 8 سبتمبر وتستمر لمدة 27 يوما وصولا إلى اليوم الكبير يوم الانتخابات المقررة في 5 أكتوبر المقبل، ليبقى الوطن الفائز الأول. ملفات اقتصادية وغيرها أفتحها وإياكم عقب الفاصل. حياكم الله مجددا إلى الصفحة الاقتصادية. وفقا لأحدث تعديلات وزارة المالية للموازنة، حققت الموازنة العامة على مستوى الدولة ككل فائضا وصل إلى أكثر من 59 مليار درهم خلال عام 2018، وبذلك انتقلت الموازنة على مستوى الدولة من مرحلة العجز بمقدار 2,676,000,000 درهم عام 2017 الفائت إلى مرحلة تحقيق الفائض، وجاء تحقيق هذا الفائض مع ارتفاع حجم الإيرادات الحكومية خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 18.8%. ارتفع حجم الإنفاق الحكومي الكلي على مستوى الدولة خلال 2018 بنسبة وصلت إلى 3.44% ليصل إلى 418,617,000,000 درهم، منها 30,004,000,000 درهم في الاستثمار في أصول غير مالية بتراجع نسبته 32.16% عما كان عليه في 2018.
2017، في حين ارتفع الإنفاق الجاري بنسبة وصلت إلى 7.95% إلى 388 مليار و209 ملايين درهم، وجاء نمو الإيرادات الحكومية بنسبة وصلت إلى 18.18% عام 2018 متأثرا بارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى 75 دولار للبرميل، إضافة إلى تحسن الموارد الحكومية مع بدء تطبيق نظام ضريبي جديد هو الأول من نوعه في الإمارات. وشهدت مشاهدين الإيرادات الحكومية من الضرائب خلال 2018 نموا وصل إلى 27.39% لتصل إلى 213 مليار و34 مليون درهم. رهن خبراء أسواق المال ومحللون تحسن أداء أسواق الأسهم المحلية بظهور محفزات جديدة تدعمها على الصعود بعد نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية، إضافة إلى نهاية موسم العطلات الصيفية والذي تسبب في شح واضح للسيولة خلال الجلسات الماضية. قال محللون وخبراء إن أسواق في حاجة إلى محفزات وإفصاحات إيجابية من قبل الشركات، مما يسهم بشكل كبير في تحسن شهية المستثمر وتشجيع السيولة على الدوران، وأيضا تشكيل فرص مغرية لدخول السيولة الخارجية من قبل الأجانب والمؤسسات، حيث انخفض سوق أبوظبي الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 0.31% مواصلا هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي مقابل ارتفاع الاستثمار والاتصالات، فيما نزل سوق دبي بنحو 0.96% بضغط هبوط أسهم العقار، والبنوك مستمرا بذلك في هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي بعد وتيرة مكاسب استمرت 5 أسابيع متتالية. وأضاف الخبراء أن استمرار التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر اقتصادين في العالم قد تؤثر سلبا على معنويات المستثمرين، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع فترة تشهد فيها أسعار النفط العالمية انخفاضا. ماذا في جديد القطاع العقاري؟ مشاهدينا، طرق القطاع جميع الأبواب للوصول إلى هدفيه الثمينين المشتري والمستأجر، وأصبح بائع العقار أو المؤجر أكثر قدرة على الوصول إلى المشترين والمستأجرين عبر الفضاء الإلكتروني وتوظيف التقنية والوسائل التسويقية المبتكرة، لا سيما مع انتشار الإنترنت والهواتف والتطبيقات الذكية وشبكات التواصل، فضلا عن خفض زمن وتكلفة تحقيق ذلك عما كان عليه في السابق.
زادت الشركات العقارية في توجهاتها لتوظيف الفضاء الإلكتروني بهدف كسب ثقة المستثمرين عامة ولزيادة فرص جذب المزيد من المشترين والمستأجرين المحتملين، محققة قفزات نوعية مميزة لأنها توسعت سريعا في الفضاء الإلكتروني وتطبيقات ذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، ووفرت للمتعاملين ما يكفي لإبرام صفقة البيع أو التأجير. تلك النجاحات التي تبنت التكنولوجيا الحديثة دفعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إبرام شراكات لدعمها كونها تمثل توجهات المدينة في صدارة العالم على صعيد الممارسات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. يجزم الخبراء والعاملون في حقل الاستشارات العقارية بأن شبكة الإنترنت وما يتصل بها من تقنيات حديثة أصبحت اليوم في خدمة التعاملات العقارية بيعاً وتأجيراً في إطار عمليات واسعة ودقيقة ومفصلة تحت مسمى التسويق العقاري، بحيث تجتهد الشركات في جعل التقنيات الحديثة الوسيلة الأكثر فعالية قبل التعامل وجهاً لوجه مع المتعاملين. تواصل مشاهدينا الشركات العقارية في الدولة والمنطقة استعداداتها للمشاركة في فعاليات سيتيسكيب دبي 2019 واستغلال هذا الحدث الكبير في الترويج لأحدث مشروعاتها السكنية والتجارية بمشاركة نحو 300 مطور عقاري، ما يجعل معرض ومؤتمر سيتيسكيب هذا العام فرصة هامة لما سوف يطرحه من مشاريع في العديد من الأسواق الناشئة، متيحا للمستثمرين والمطورين العقاريين الاطلاع على الصورة الكاملة للقطاع العقاري. حسب بيانات صادرة عن مطار الشارقة، ارتفع عدد المسافرين عبر هذا المنفذ الجوي في الدولة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو 2019 إلى 7,900,000 مسافر، مقارنة ب6,900,000 مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة وصلت إلى 14.3%. تعامل المطار مع نحو 1,263,000 مسافر خلال يوليو الماضي، مقابل 1,150,000 مسافر خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أي بنمو وصل إلى 10%، مواصلا تسجيل معدلات نمو ممتازة منذ بداية العام، وذلك استكمالا للنجاحات التي حققها خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يضعه ضمن قائمة أكثر المطارات نموا في عدد المسافرين على مستوى المنطقة. وفيما يتعلق بحركة الشحن، سجل نموا بنسبة 20%، بينما حقق حجم مناولة الشحن نموا بلغ 7%، ووصل حجم الشحن البحري الجوي إلى 9,464 طنا، مقارنة ب 7,924 طنا منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، بنمو وصل إلى 19.5%.
كشفت البيانات المالية لمجموعة الإمارات للاتصالات اتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة دو، كشفت عن انخفاض حجم انفاقهما على الشبكات إلى 1.5 مليار درهم تقريبا خلال النصف الأول، أي بتراجع وصل إلى 9.16% أو ما يعادل 159,200,000 درهم، مقارنة بنحو 1,066,000,000 درهم في الفترة ذاتها من 2018، فيما تجاوزت أصول الشركتين 140 مليار درهم. ووفق رصد تحليلي فإن تكاليف الشبكات لدى اتصالات بلغت 1,024,000,000 درهم في النصف الأول، أي بانخفاض طفيف وصل إلى 1.19% مقارنة في الفترة المقابلة من العام الماضي. عملت الشركتان على الاستثمار في تحديث الشبكات، حيث ركزت دول العام الماضي على ضمان تعزيز قدرات الشبكة وتجهيزها لعصر الجيل الخامس، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي سوف تدعم هذه التقنية فائقة السرعة. فيما واصلت اتصالات خلال السنوات الماضية الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في تقنيات مستقبلية مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية. أشير فقط مشاهدينا إلى أن النفقات التشغيلية للشركتين خلال الربع الأول من 2019 وصلت إلى 19,097,000,000 درهم، منها 15,076,000,000 لاتصالات مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الكبرى من النفقات، ونحو 4,021,000,000 لدو استحوذت فيها تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات على النسبة الأكبر من نفقات الشركة. بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة، حيث يعتبر مشاهدين هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية، وهو يسعى إلى رتم الفجوة التي تعانيها معظم المؤشرات الدولية المتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة ومدى استخدامها ورضا المستخدمين عنها.
يشير التقرير الصادر عن الأسكوا إلى تصدر الدولة كافة الركائز التي اعتمد عليها المؤشر، حيث بلغت نسبة توفر الخدمات في الدولة بحسب التقرير 90%. أما بالنسبة لوصول الخدمات للجمهور فقد أظهر التقرير وصولها إلى 80% من سكان الدولة. يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتيح حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر الإنترنت من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما تتيح أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي. مشاهدين أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعمل على تقييم النضج الرقمي للحكومات المحلية من خلال 6 محاور رئيسة تشمل القيادة والاستراتيجية والحوكمة وتقنيات الناشئة والتكنولوجيا والتشريعات المنظمة. استعرضت مشاهدينا موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات المحفز الرائد للتجارة والمنطقة الحرة لجبل علي جافزة، استعرضتا قدرات دبي والعروض التي تدعم وتسهل صادرات الأغذية والمشروبات الهندية، وذلك من خلال المشاركة في معرض ومؤتمر فود برو الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية. أتاح فريق موانئ دبي العالمية لشركات الأغذية والمشروبات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها خارج الهند التعرف على الحلول الاستراتيجية المعروضة، بما في ذلك منصات التوصيل والتشغيل وحلول سلسلة التوريد المتكاملة وخدمات القيمة المضافة ومنصة الاستثمار. وعلى مدار العقود الماضية طورت دبي بيئة متكاملة مخصصة لتجارة توفر بنية تحتية فورية للشركات العالمية، بالإضافة إلى أنظمة شفافة داعمة لنجاح الأعمال. ومن خلال موقعها الاستراتيجي وشبكة الربط الممتازة متعددة الوسائط التي توفرها، ترفع دبي مستوى وصول الصادرات الهندية إلى الأسواق نحو مستويات جديدة. We'll be right back.
وقد تعززت العلاقات التجارية بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت التجارة الثنائية بين البلدين عتبة 60 مليار دولار في 2018 في ظل توقعات مستقبلية بمزيد من النمو. وتعتبر الهند اليوم مشاهدين ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بعد جمهورية الصين الشعبية. ودعما لهذا النشاط يوفر كل من ميناء جبل علي وجافزة مركزا متعدد الوسائط للتجارة واللوجستيات والصناعة، والذي من شأنه أن يلعب دوره كبوابة الهند إلى العالم من خلال تسهيل صادرات الأغذية والمشروبات وفتح أسواق جديدة للتجار. ملفاتنا متواصلة مع حضراتكم وتتابعون. انطلاق قمة أقدر العالمية بدورتها الثالثة في موسكو في 29 من الجاري. أجدد الترحيب بحضراتكم مشاهدينا إلى القسم الأخير من البرنامج. تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار التوجهات العامة لحكومة الدولة والسعي نحو تعزيز مفاهيم العيش الإنساني، تعقد في موسكو قمة أقدر العالمية الثالثة لعرض التجارب المتميزة في التعليم والخدمة الوطنية كمقومات أساسية لتمكين الشباب الإماراتي والأمن التقني والفكري والغذائي. يشارك 12 وزيرا ومسؤولا إماراتيا رفيع المستوى في جلسات نقاشية تتناول مختلف القضايا خلال 24 ورشة عمل، بالإضافة إلى الحلقات الشبابية. وتسعى الدولة من خلال هذه القمة إلى نقل تجاربها الثقافية والعلمية والمجتمعية التي تراهن على تأثيرها الثقافي في حياة الشعوب، لتعزيز مكانة غير مسبوقة للإمارات العربية المتحدة إقليميا ودوليا، وبناء منظومة دبلوماسية شعبية لترسيخ رؤية دولة الإمارات كأفضل دولة في العالم من حيث السمعة والمكانة. إذن الدورة الثالثة من قمة أقدر سوف تقام خلال الفترة من 29 من أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، تحت شعار تمكين المجتمعات عالميا التجارب والدروس المستفادة. وذلك سوف يكون تزامنا مع فعاليات منتدى موسكو العالمي، حيث تم الإعلان عن اعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا لمنتدى موسكو العالمي. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، تنطلق أعمال الدورة الثانية لمؤتمر إمتك مينا للتقنيات الناشئة الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك في الرابع والخامس من نوفمبر 2019. ومن المقرر أن تعلن مؤسسة دبي للمستقبل وإمتك مينا للتقنيات الناشئة أسماء المرشحين لجائزة مبتكرون دون 35 العالمية خلال أعمال المؤتمر، حيث تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح المبتكرين العرب الشباب دون 35 عاما من مختلف أنحاء العالم، وإبراز طبعا إنجازاتهم المبتكرة في العديد من القطاعات الحيوية.
تلقت الجائزة في وقت سابق تلقي مئات الترشيحات لنخبة من الشباب العرب من مؤسسات وجامعات عربية وعالمية وشركات ناشئة ومؤسسات وهيئات حكومية من دولة الإمارات، المملكة العربية السعودية، مصر، سوريا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، الكويت، عمان وفلسطين، إضافة إلى ترشيحات من طلاب وباحثين ورواد أعمال عرب يقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا. وتشمل الجامعات المتقدمة حتى الآن جامعة خليفة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا في الدولة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في السعودية والجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعتي هارفارد وام اي تي في الولايات المتحدة، حيث تصدر مجال الإنترنت والويب وتقنيات الحيوية والطب الطلبات المقدمة. وكانت قائمة مبتكرون دون 35 العام الماضي قد شهد تكريم 10 من الشباب المبتكرين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطب والعقارات والأقمار الصناعية. تم اختيارهم مشاهدين من بين أكثر من 400 طلب بناء على تقييم لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء المتخصصين في المجالات كافة. ومع هذا الملف أغلق وإياكم كل ملفات الحلقة في أمان الله.